تحكي اليوم يعني طبعا انا غبت اسبوع طبعا اللي كان عندي اجراءات صحيه وانا يعني اعلنت في الحلقه السابقه اني انا راح اغيب يعني في ناس على بالهم ان اثروا فيني فانا ما طلعت مع ان انا اعلنت في الحلقه اللي طافت ان انا ما راح اطلع الحلقه اللي بعدها وان شاء الله نلتقي في 2015 واتمنى اليوم ان اقدم حلقه موفقه وحلقه راح يكون وايد فيها